أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس قافلة طبية في حي أهالينا واحد بمحافظة القاهرة ضمن العديد من التخصصات الطبية والعلاجية. يأتي ذلك لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ولتوفير رعاية صحية مناسبة، حيث تأتي مساعي مؤسسة حياة كريمة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع وتغطية كافة ربوع الجمهورية. حفاظا على صحة المواطنين الأولى بالرعاية، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس قافلة طبية في حي أهالينا واحد بمحافظة القاهرة ضمت العديد من التخصصات الطبية والعلاجية. قافلة النهاردة بتخدم حوالي 1500 مستفيد من أهالينا، بنقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان وخدمات المتابعة ما بعد القافلة، سواء بتوفير العلاج أو التدخلات الجراحية، سواء تدخلات جراحية أو توفير الأدوية للمستفيدين. كان اختيارنا المركز أهالينا لأنه هو المكان الوحيد اللي تقريبا أولا تجمع سكني كبير جدا، الحاجة الثانية ما فيش مستشفيات حكومية قريبة منه، فبالتالي كان المواطن الأمر بيستدعي أنه ينتقل من مكان لمكان علشان يوصل للخدمة الطبية اللي هو عايزها، فإحنا حياة كريمة النهاردة بتقدم له الخدمة الطبية في مقر سكنه. القافلة الطبية تستهدف الكشف على المرضى والمواطنين في تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والرمد والأسنان، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى، وتقدم كافة الخدمات الطبية والكشف والصرف العلاج بالمجان، بالإضافة للإحالة إلى المستشفيات إذا اقتضت الضرورة. حياة كريمة بتكرم الناس كلها، وإن هي بتعمل لهم بتساعدهم إنهم هم بيعيشوا بحياة كريمة، وكفاية إنهم هم مجهودهم إنهم هم يجيبوا لنا دكاترة على أكفه مستوى، وإنهم هم يبقى الحاجة دي ببلاش تبقى حاجة جميلة جدا. جينا قطعنا تذكرة مجانا وكشفنا والدكاترة كويسة ومعاملتهم كويسة والعلاج مجانا. أنا كشفت والله وكويسة حلوة، بعدين كشفت بطنة، كشفت رمد وعظام، اثنين كشفت. الله يبارك لكم وخليكم ويشفي عنكم يا رب، وتجعلونا معنا على طول ان شاء الله باذن الله يا رب. تتواصل جهود الدوله ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الحياه الكريمه للمواطنين وتوفير رعايه صحيه مناسبه، حيث تاتي مساعي مؤسسه حياه كريمه للحفاظ على صحه الفرد والمجتمع وتغطيه كافه ربوع الجمهوريه.